بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
محصنين غير مسافحين.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم Yeah.
فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذلك جزاء الظالمين.
قتله فأصبح من الخاسرين. Thank you.
يحرفون الكلمة من بعد ما
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكان فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء
لكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. لا على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخذ الله
صار من آمن بالله
والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كما يأكلان الطعام. انظر كيف
والله هو السميع العليم. قل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في إطعام عشرة مساكين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها
تكتمون.
Thank you.
Sorry.
إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء